السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اجتماعيات للصف الثالث متوسط، حنلخص صفحة 7. وصلنا مساحة العراق وشكله. ايش قد تقدر مساحة العراق؟ هذه مهمة جدا ويجيب امتحانات وكلش مهمة. 435.52 كيلومتر تربيع، ها عيني، هاي مساحته. وانعكست مساحة الواسعة على تنوع فراغ تضاريس ومناخ ونبات الطبيعي. هنا تعليل أقول لك تنوع تضاريس والمناخ والنبات الطبيعي في العراق. ليش؟ شو أقول له؟ أقول له بسبب كبر، اسمعوا، بسبب كبر مساحة وطننا العراق تبلغ 435.52. زين، ما هو شكل العراق؟ ما هو شكل وطن العراق؟ أقول يعد شكل وطننا العراق قريبا من الشكل الدائري، كما أن وقوع العاصمة بغداد في وسطه أعطى لهذا الشكل المتلاحم أفضليته ومزايا من النواحي السياسية والاقتصادية. علل المسافر، يقول لك لا يستغرق المسافر سوى ساعات معدودة عند ذهابه لأي مكان في وطننا في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. شنو هذا العلل؟ أقول له الجواب لأن شكل العراق يعد قريبا من الشكل الدائري، لأن شكل العراق يعد قريبا من الشكل الدائري. زين، نجي على أهمية موقع العراق. أهمية موقع العراق. زين، أهمية موقع العراق، شو أقول؟ أقول ما هي أهمية موقع العراق؟ أقول يحتل موقع وطننا العراق الجغرافي مكانة مهمة بالنسبة لدول العالم. بس هذه شو تمثل هذه الإمكانات؟ هاي نقاط. أولاً يضمه ثروات اقتصادية متنوعة وموقع جغرافي متميز. 2، إشرافه على القسم الشرقي من الدول العربية ضمن منطقة الهلال الخصيب التي تبدأ من الخليج العربي مرورا بالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن. 3، موقعه الاستراتيجي بوقوعه ضمن الجسر الأرضي الذي يوصل قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا ببعضها. 4، نقطة رابعة، اي تمام، 4، يقع عند اقصر الطرق البرية التي توصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط. 5، اهميته بالنسبة لخطوط الطرق الجوية، تجوب سماء الكثير من خطوط الملاحة الجوية، الامر الذي جعله من احدى مناطق الارتكاز في العالم. زين، ناخذ اقسام سطح العراق التضاريس. أقول لك أقسام سطح العراق التضاريس. هنا تعريف التضاريس، تعريفه أقول له هي الأشكال السطحية التي تكون منها القشرة الأرضية من جبال وتلال وهضاب وسهول ووديان. لحد هذه تعريف التضاريس. زين، ما هي مميزات التضاريس؟ أبرز مميزاتها، أولا تضاريس سطح العراق متنوعة، هاي النقطة الأولى، وياها سطحه يختلف في الشمال عنه في الجنوب وفي الشرق في الغرب، هاي لحد هاي النقطة الأولى. نعم، النقطة الثانية أقول له وجود مساحات، هاي النقطة الثانية، واسعة من العراق تتشابه في ترتيب سطحها إلى حد كبير بصورة تدريجية من الشمال إلى الجنوب. هذا أهمية أو مميزات تضاريس سطح العراق. عندي نقطتين،